وفي ذات السياق، وبمناسبة عيد الفطر المبارك وتزامنا مع عودة الكثيرين إلى مقرات سكناهم الأصلية لقضاء عطلة العيد مع العائلة، أطلت كاميرا الجنوبية على محطة باب علوة لتستجلي أوضاع المحطات والمسافرين في مثل هذه المناسبات التي تعرف أو تعرف عادة اكتظاظ لافتا. إليكم تفاصيل أوفى. والله متوفرين الأخيين كلهم جندين لهنا باش نقوموا بنقل المسافرين في أحسن الظروف، فبني وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس كله. جهوية نابر مش جديد عليها الموضوع هذا، ديما مجندة بأعوانها وبإطاراتها وبحافلاتها في خدمة المواطن. احنا عندنا خطوط بتاعنا عادية قاعدة تخدم عادي، وعملنا تعزيز السفرات بتاعنا بتاع ولاية نابر والزقوان الكل، وعندنا خذينا خطوط بتاع مكثر وسليانة وروحية وسبيبة، عملنا البارح 17 سفرة إضافية، واليوم لحد الان من 6 نتاع الصباح لتو عملنا تقريبا 10 سفرات اضافيه، وعملنا سفره اضافيه البارح من محط منصف باي تاع الواجهات للقصرين، حافله مكيفه بعثناها للقصرين. موجود متوفر المواطن، المواطن ما يقعدش قص سكوت ما فماش مع بس انا موجود وتشوف معناها ثم العباد ما ثماش نصلي على النبي شوف راك تشوف فيها والكيران موجود كل شيء متواجد. مسافر مش موجود، هذه البطحه الموجوده فيها المسافرين ما موجود حتى حد، والكيران موجوده والشوفره موجود، الناس كلها مستعده مصلي على النبي، امورنا واضحه 5-5. قاصد ربي ان شاء الله سهل ربي القفصه، جانا في مهمه نتاع معالجه وهنا جانا الباب عليه وجانا امس. بالنسبه لامس اختي طبيعه المواصلات على الوجه المطلوب، بالنسبه اليوم هنا دخلنا وان شاء الله نتمنى ان الظروف الكل متاحه وان شاء الله حسبه. موجودة لكن توقيت ثم علاش ثم كيران توصل من أماكن بعيدة وتعاود ترجع. الحافلات موجودة بصراحة معناها بشكل منتظم، لكن التوقيت يأخر أو يقدم وقت يتعبى الكار تخرج، هذا شيء يحسب للشركة الوطنية للنقل بصراحة. فرا بكيفية غريبة في كل نص ساعة فما كار وكيران باهية و صلى على النبي مشات الامور باهيه. ماش تذمر نتاع قاعدين نشوفوا احنا كاع فور قروين الكيران مش موجوده. ما عندنا احنا خطوط معينين اعطتهم لنا الوزاره، احنا قايمين بواجبنا من ناحيه الخطوط هذوكم، فما خطوط اخرى ما مش تابعين احنا.